ماذا حدث في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟ تستمر إثارة منافسات البريمير ليج، وها قد انتهت جولة جديدة من عمر الموسم، فدعونا نلقي نظرة على أبرز الأحداث خلال تلك الجولة. استعاد إيرلينغ هالاند ذاكرته التهديفية بعد العودة من الإصابة، وعزز صدارته لهداف المسابقة برصيد 16 هدفاً بعد أن سجل هدفين في شباك إيفرتون، قاد بهما فريق مانشستر سيتي إلى صدارة مؤقتة. ولكن سرعان ما استعاد ليفربول الصدارة بعد الفوز بنتيجة 3-1 على بيرنلي، مع استمرار غياب محمد صلاح الذي اقترب من العودة من الإصابة. واستمر أرسنال في تضييق الخناق على الثنائي بعد أن حقق فوزاً تاريخياً كاسحاً بنتيجة 6-0 في معقل مضيفه وست هام، الذي لم يتكبد هزيمة أسوأ من تلك النتيجة منذ 61 عاماً. وانتزع مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام أستون فيلا، لينعش آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. بينما استعاد تشيلسي طريق الفوز بعد أن عزز سجلاً تاريخياً مميزاً في مواجهاته المباشرة أمام كريستال بالاس، فبعد الفوز بنتيجة 3-1 وصل البلوز إلى 13 انتصاراً متتالياً، ليصبح الخصم المفضل له في المسابقة. برأيك كيف سيكون شكل المنافسة على القمة خلال الجولات المقبلة؟